عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمه مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكه الاردنيه الهاشميه، اكد خلالها الرئيس السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقه التي تشهدها المنطقه. شهدت هذه المباحثات ترحيب الزعيمين بالهدنه الانسانيه المعلنه في قطاع غزه، وتاكيدهما على ضروره استمرار العمل المكثف للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار، واتاحه المجال لنفاذ المساعدات الانسانيه. الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع جميع الاطراف من اجل تقديم الدعم الكامل للاشقاء الفلسطينيين واكد ضروره تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنه الحاليه لاغاثه اهالي غزه وتخفيف الماساه الانسانيه التي يتعرض لها القطاع كما اكد الزعيمان ان اي جهود للسعاده للاستقرار في المنطقه يجب ان تستند الى اطلاق عمليه سياسيه متكامله وذلك بهدف الوصول الى تسويه شامله و... وعادله للقضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعه وعلى راسها دوله مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه